عليكم وياكم هيثم. اليوم راح نبدل جوينات لهاي السيارة. يحتاج نوخر هذا؟ يحتاج نوخر هاي اللي هن متوخرات اساسا يعني. خلينا نشوف شلون راح نوخر. البداية هنا عندنا برغيين شلعناهن. هذن كلن راح المي نحاول نخليه بدبات. نجي على الجوينات، عندنا هذا سهل، هاي هنا قفيص وهذاك قفيص. طبعا هذا ذاك اليوم كنا جاي نشتغل بيها انشرق من هذاك المكان، ما ادري اذا مبين. تشوفون هذا الشرق مالته، فهو احنا لهذا السبب راح نبدله يعني منتهي. بما انه هو هذا تعبان فاخوه الثاني هم نبدله، اللي هو عندنا هاي هنا قريبة على المحرك، وبعد عندنا من جوا القفيص الثاني اللي هو صاير هناك. طبعا بهاي العملية راح نحتاج هاي السيت حتى نقدر انه نشلع القفايص. هذا اكثر شيء نستخدمه. طبعا قبل لا نسوي هذا كليته لازم نفرغ المي، فخلنا نفرغ المي اول شيء. طبعا احنا راح نصنع مالتنا اللي نخلي بيها المي. اوكي، فهاي يعني هي كان بيها مي راديتر اخضر، على الاقل تكون نظيفه. نفتح هذا الجوين ونخلي هاي جوا. اجا وقع عليه المي، اهلا وسهلا. ما وقع عليه المي هاي بعد، احنا حاولنا وياه. سنترها زين الدبة جواه حتى اذا من يوقع يوقع عليه. بالنسبة للقفيص الثاني هياته، ما ادري نشوف يلوح البلايس لو لا، نجرب وياه. طبعا هم نفتح القبق حتى اذا اكو مي محصور هم ينزل. لاحظ انه فتحنا القبق هم نزل شوية. نجي على هذا نوخره كذلك. وهم النيشن هناك، لكن هذا ما اعتقد انه بيفد كمية تستاهل. هاي جاي تضايقنا، خلينا نوخرها. نحطهن هنا أنا ما عليهن شيء. هسه بعد بس عندنا هذا وذاك القفيص. هو القفيص يجي، لكن ممكن اوخر البنكة حتى يصير التصوير احسن. طبعا بدل لا نوخر البنكة خلينا نجرب بهذا الزاوية.
طبعا هو انشلع شويه لكن هو المكان مالته شويه نحس. هسه المفروض انشلع. لاحظ عبرناه فد مسافة. هسه نشوف نقدر نسحبه بدينا. اوبا. لكن شنو؟ نرجع نعدل مكان الدبة. هذا الجوين. هو الجوين هذا شكله سليم ما بي شي. ما بي شي هذا الجوين. باع عليه حتى دواخله تكون شوية انظف. صح اكو مكانات شوية بها قوة. يعني لكن يعني انه شيء على شيء زين وما مجرح ولا انه يبسان على عكس هسه هذا الثاني راح اشوف لكم اياه. شوف هذا شلون وضعيته متازمه. خياس ومن انا مشروق ومن انا هم نفس الشيء. لا من انا زين لكن من انا مثل ما تشوفون شلون صاير الزنجار اللي بداخله. اوكي. والمشكله الاكبر انه لاحظ الكوع شلون انه مهروش. هسه هذا شوف هنا انا المكان. بس هذا يخوف. هذا يعني يحتاج هذا هم يتبدل حسب ما ظاهر قدامنا. بس هذا كانها سالفته مكيسة يعني انه لازم يتبدل كوع كامل. على العموم احنا نجيب جوين جديد اذا ما قفل ويا هذا عاد نقول له يابا يجيب لنا واحد نبدل الهي. طبعا هذا المي هو مالتها اللي هو لونه ازرق فيعني تقريبا نطتنا خلينا نقول لترين من عدا احنا هم وقعنا يعني بالقاع يبقى ينقط هذا شويه. هسه طبعا احنا ما عندنا الجوين فانا راح اروح اشتري باكر حتى نبدل له هذا الجوين. بس هي الفكره مو بس بالجوين عندنا هذا هم خيسان. طبعا هذا نقدر نعتبره هو جزء اول من هذا الفيديو وحتى هذا راح يكون شويه فيديو طويل لان اليوم اخذنا هوايه تفاصيل ولو هو الشد بسيط يعني بس مجرد اشياء اللي فتحناها نرجعهن بمكانهن وابوك الله يرحمه. هذا كان كل اللي عندي وشكرا. في مال الله.